مئات من العمالة غير النظامية تسيطر على أكبر سوق للأسماك والروبيان في المملكة والخليج العربي. سوق السمك المركزي بمحافظة القطيف لطالما عانى منذ سنوات طويلة من سيطرة العمالة الأجنبية الذين يشكلون نحو 90% مقارنة بالسعوديين الذين يمثلون ما يقارب 10% فقط من عدد البائعين والعاملين. هيمنة واضحة للعمالة الأجنبية في الفترات المخصصة للحراج، تكتلات ومجموعات تقوم بالشراء المباشر. سوق السمك المركزي بالقطيف يعتبر من أكبر أسواق المملكة من حيث التداول اليومي. تشير المصادر إلى أن متوسط مبيعات السوق سنوياً 2.5 مليار ريال، بمتوسط يومي 7 ملايين ريال. يمثل ثروة وطنية هائلة تحتاج لمزيد من التنظيم. السيطرة على السوق من قبل العمالة الأجنبية والمخالفة لنظام العمل خلفت وراءها الكثير. أسماك فاسدة يتم مصادرتها بين حين وآخر من قبل الجهات المعنية، التلاعب بالأسعار والغش الصريح. هذا كل ربيان البنغالية، طلع شوف الفلج، 10 كيلو ربيان والباقي كله فلج، 10 كيلو ربيان والباقي فلج، طلعها هذا كله عمالة سايبة. الحكاية طويلة والضحايا كثر والملف ما زال مفتوحا. محمد الحمادي، الإخبارية، القطيف.